مرحبا بالجميع، مساء الخير عليكم. ان شاء الله راكم لاباس. مرحبا، صافي لونطون ما درتش ان لايف. حبيت ندير ان لايف ونريبوندي على بعض الاسئله، اجيب على بعض الاسئله. يلا دونك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نتوما راكم منورين. دونك سي فو افي دي كيسيون لي زامي بوزي لي على بركة الله، نديلكم بعض الدقائق اوكي نجاوب على بعض الأسئلة تاعكم. سي فو بلي ما تقولوليش برك عطيني ريجيم، باسكو ريجيم حكاية طويلة. دونك دوكو جو في اسيي دو ريبوندر ا فو كيسيون، حاجة اللي قدرت عليها. اوكي سا مارش. مساء النور، مرحبا بالجميع. سين لايف هكذا على فيغلات درتو، راني خدام اوكي، راني نوجد راني نكتب. دونك جوكو حبيت نريبوندي شويه على الاسئله ديالكم ومن بعد نرجع نكتب. خصني بروغرام لزياده الوزن بليز. الوغ بوغ لا بريز دو ماس نهضر بصفه عامه لزياده الوزن. الوغ الناس اللي ما يزيدوش الوزن كاين نوعين برينسيبالمون، كاين اشخاص اللي ياكلوا عندهم شهيه ياكلوا بزاف بصح ما يسمانوش، وكاين اشخاص اللي ما عندهمش الشهيه. اوكي الوغ نبدا نتكلم بالطابع الاول ولا لا كاتيجوري الاولى. الكاتيجوري الاولى هي الاشخاص اللي ياكلوا بزاف وما يسمانوش. صافي دير هنا هاد الاشخاص ما تعطي لهم ان ريجيم ايبر كالوريك، معناها تزيد لهم بزاف السكريات، تزيد لهم بزاف دسم، وتعطي لهم بزاف كميه من الاكل اللي ياكلوها، حيحرقوا الجسم ديالهم، يحرق بصفه كبيره. من بعض النظريات اللي يقولوا عليهم، يقولوا هاد الاشخاص باللي عندهم يديروا دي ميكرو فيبراسيون. اوكي ما تزوجتش، هذيك عباره عن اشهار برك. اوكي يديروا دي ميكرو فيبراسيون، معناها يديروا يعني اهتزازات صغيره اوكي على المستوى يعني الميكروسكوبي الدقيق، على مستوى العضلات تاعهم تاع الجسم يديروا دي ميكرو فيبراسيون. صافي العضله تاعها تلقاها مازالها شوفوا الدم مازال في يديه، مازالها دير باسكو درت تنتست دي غليسيمي، درت لكم سوربريز. دونك دوكو قلنا باللي يا دي ميكرو فيبراسيون، هاد لي ميكرو فيبراسيون سي دادير سيت بيرسون ترعش 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 بلا ما تحس بلي راهي ترعش. هاد لي ميكرو فيبراسيون يل كونسوم بوكو 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 دينيرجي. Et donc du coup, le chef se paye pour 2500 calories, 3000 calories par jour, mais où il consomme 3000 calories, c'est-à-dire mais pas l'énergie. OK? Mais il peut dire يعني ينتج يعني يدير وزن زائد. وشنو هو الحل بالنسبه لهاد الاشخاص؟ هاد الاشخاص اللي ياكلوا وما يسمنوش عندهم حل واحد. On va pas compliquer l'existence. لازم يديروا رياضه كمال الاجسام. قص قلبك، باسكو هي الرياضه الوحيده اللي تخليك تزيد كتله عضليه كبيره. اوكي اللي تخليك تربح كتله عضليه. الرياضات الاخرى هي رياضات اللي بطابعها ما تربحش كتله عضليه كما كمال الاجسام. اوكي سا مارش. اي دونك دوكو لازم يروح يدير، علاش لازم يربح الكتله العضليه وماشي يربح الكتله العضليه؟ هنا لازم يعني ينظم غذائه، هنا حكايه واحده اخرى. اوكي سا مارش. هذا بالنسبه للاشخاص الاولين اللي ياكلوا وما يسمعوش عندهم الشهيه. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش الشهيه حاجه باينه، هذا الشخص اللي ما عندوش شهيه ما تقدرش تعطي له ريجيم وتقول له كولو ومش تسمان، سي با بوسيبل. باسكو هذا الانسان في حد ذاته ما ياكلش. واش تزيد توكلو انت تقول له كل بزاف دير سي روبا باغ جور، يقول لك يا خويا انا ما نقدرش ناكل، كيفاش تزيد تقول لي كول؟ هذا هو البروبليم ديالي. دونك هنا لازم تخدم انتيليجامون. الحاجه الاولى لازم عليه يدير يفراكسيوني لي روبا باسكو ما ياكلش. اوكي ما يقدرش ياكل كميات كبيره، ساجير يفو با كو يحس بالجوع، مي هو على باز ما يحسش بالجوع باسكو ما عندوش شهيه. المهم الماكله اللي ياكلها لازم تكون شويه كالوريك، ولازم يدخل دائما البروتينات. لكن هاد الشخص يعني لازم عليه يعرف المشكل وين راه. هنا لازم يروح يشوف وعلاش ما عندوش الشهيه. اسكو عنده ان تروماتيزم؟ اسكو عنده خلعه؟ اسكو عنده اون انغواس؟ علاش ما عندوش شهيه؟ سوني با نورمال كو ما عندوش شهيه. وشنو هما الامور اللي خلاوه يعني يفقد الشهيه؟
هنا يقدر يشوف طبيب نفساني اوكي ويتكلم معاه، يقدر يديفيرولي له البروبليم ويولي ترجع له الشهيه. كابابل راه يستهلك في حاجه مثل القهوه يتوسا لي تكوبي له الشهيه. اوكي كاين دي زيكسيتون لي يكوبي لك الشهيه، صادير هذا الانسان هذايا يكونسومي بزاف القهوه ولا سيجارات تو سا، يعني تكوبي له لابيتي. دونك دوكو لازم تعرف لا خصوص تاع يعني نقصان الشهيه وين راهي، اي بوسيبل تو فات تريتي لو بروبليم، بوسيبل كاين يعني ان بروبليم بسيكولوجيك نفساني. اوكي دونك دوكو هنا الانسان لازم يعني يشوف شنو هو المشكل. اي لا كان ما يقدرش ياكل ثاني، لازم عليه يقدر يدير رياضه كامل الاجسام. لازم تعرفوا باللي الشخص اللي ما ياكلش كاع وما يسمعش الرياضه، لو كان ما تكونش متوافقه مع ريجيم مليح بالسطو بالنسبه لهاد الاشخاص اللي ما يقدروش ياكلوا عندهم الشهيه، الرياضه راح تزيد تخليهم يشيانو اوليو كو يسمانو، راح يزيدوا يفقدوا الكتله العضليه تاعهم باسكو هادو على باز ما ياكلوش، لانه مش تربح كتله عضليه لا باز سي لونترينمون سي ايبر امبورطون، لكن الاكل عنده اهميه يعني كبيره ثاني. اوكي فوالا سا مارش. لو ستيفيا ستيفيا وي نعرفوا لي دو كورون، ستيفيا سي ان سوكر ارتيفيسيال، بون سي با ارتيفيسيال 100% سي با ان برودوي شيميك، ماشي كيما لاسبارتام اي تو سا. ستيفيا يجيبوها من اون بلونت وياخذوها، عندها يعني ان بوفوار ايدولكورون سكران بوكو 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 بلو بويسون كو لو سكر. اوكي سيتادير تحلي، عندها نسبه التحليه تاعها كبيره، تلقاها يعني كيما الاسبارتام 300 فوا بلوس الاسبارتام، عنده قدرة تاع التحلية 300 خطرة أكثر من السكر، يعني الأسبرتام دير جوج قطرات شغل عمرتها بالسكر، أوكي؟ لو بوفوار ديالهم، سكون أبال لو بوفوار سكران. ستيفيا سي لا ميم شوز، ستيفيا سي 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 اون بلونت اللي يجيبوا منها هاد لا بلونت. لكن البروبليم سي كو لي زيفي تاعها 100% يقدروا يأثروا عليك لو كان الإنسان يستعملها بصفة رهيبة. لازم ديري حاجه في راسك، الناس اللي كونسوميو لا ستيفيا لو ستيفيا ولا لا ستيفيا اوكين ايدي سانسارمون. الوغ اللي كونسوميو السكر ستيفيا لازم تكونوا على لي ديال كورون سي با لو سكر، لازم تكونوا على بالكم باللي عند لي شينوا بكري لي سيفيليزاسيون شينواز تاع بكري اوكي كانوا يعني يستعملوا ستيفيا بكميات يعني افيك دي كونسونتراسيون طالعين شويه ماش يديروا اجهاض عند النساء بور لافورتومون باسكو تي بروفوكي دي كونتراكسيون او نيفو دو لوتيروس اوكي اي سا سي ان بو مناسون، هنا كاين تهديد كالكو بار لو كان الانسان يستهلكها بصفه كبيره سورتو بالنسبه للشخص اللي حاب يعني يجيب اطفال ولا المراه يقدر يصرا لها مشاكل. دونك لي فو فار اتونسيون باسكو اي بروفوكي تقلصات تاع الرحم وهذا الشيء يخليهم يافورتيو بصفه جيده. اوكي بون ياخذوا دي ميدي ياخذوا اعشاب اخرى ماشي يافورتيو ويزيدوا يبروفوكيو لي كونتراكسيون تاع لوتيريوس تاعهم تاع الرحم ماشي يعني يقدروا يديروا. دونك يفو فار اتونسيون بارابور ستيفيا باسكو ما نقدروش لو دوزاج تاعها نقدروا ما نتحكموش فيه. اوكي اونكور اون كيستيون اللي تجيني في عيني نهضر عليها. عندي 12 سنة ندير سبور، واش راك دير في اللايف لهنا؟ نورمالمون راك دور مع صحاب 12 سنة. عندي 12 سنة ندير سبور في الدار والحديد ندير القرع تاع الماء، وكيفاش نقدر ننظم وقت الماكلة مع العلم راني ريجيم السكر ما يدخلش للجسم تاع لا 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 لا. عندك 12 سنة وانت دير بالي في عمرك 12 سنة. اوكي عندي 12 سنة وندير سبور في الدار والحديد ندير القرع تاع الماء القرع تاع الماء، كيفاش نقدر ننظم الوقت الماكلة مع العلم راني ريجيم سكر ما يدخلش الجسم تاع هل بعد شهر جد نتيجة؟ نو شهر ما تلقاش نتيجة ومش تلقى نتيجة، مستحيل راح تلقى نتيجة بالقرع تاع الماء سويدي زولي مي ما تقدرش باسكو مش تلقى نتيجة ماش ترفد قراعي تاع ما تاع 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو سوني با بوسيبل، وماش دير لابريز دو ماس مسكولار لازم نطلع شوية في لاشارج اوكي بورتي لازم تطلع في لاشارج باش تقطع الالياف العضليه القديمه وتعاود باسكو فيت بور لا بريز دو ماس مسكولار. شوفوا باش انت تعاود تربح كتله عضليه، الكتله العضليه كاين دو زيتاب
يعني مرحلتين. المرحله الاولى هي انت ديجا لو فات تبدا بالعقل، راح تبدا دير لو سيركوي ديالك ابخي تبدا في ليزيكزارسيس. المرحله الاولى الهدف ديالها ديجا سوليسيتي الكتله العضليه اللي راهي عندك، كيف يجي كي تخدم ان اكزارسيس تاع زعما لي بيك ولا تاع البيسبس تريسبس. ديجا لو كان انت توظف كل الالياف العضليه اللي راهم يعني يعملوا على مستوى البيسبس ديالك، اوكي ديجا حاجه مليحه. دونك هنا تبدا باغ لا ستيمولاسيون ابري لي برينسيپ دونترينمون ستيمولاسيون ابري بروغريسيون في لا شارج ابري مانتيان اي تو سا كي تلحق السوب ماكس. اوكي دونك ما تنساش كي دير الكتله كي ديرها لازم تقوي تاع الروابط تاعك الاربطه لي ليغامون لي طوندون. بون ما حش ندخلوا في الموضوع تاع لا ميثودولوجي دونترينمون، راح نتكلموا على الموسكل. العضله سوا اول شيء كي تبدا دير لا شارج سوا يعني راح توظف كل الالياف العضليه على مستوى العضله اللي حبيت تخدمها. كي توظف هذه الالياف العضليه وكل الالياف العضليه تتوظف وتولي ما تقدرش ترفد هذيك الشحنه هذيك، هنا الجسم يعني يصرى لك لو كاتابوليزم مسكولار. بون راح يصرى لك من الديبي لي كورباتور ديالك، هنا الجسم ديالك راح لازم عليه يولد يعني الياف جديده. دونك يصرى لو كاتابوليزم مسكولار ابخي دير لانابوليزم مسكولار اعاده البناء وتعاود تريكريتي الياف جديده اللي تخلي تقدر تفد بهم لا بروغريسيون دون لا شارج. سي بور سا قلنا لا بروغريسيون تدرج في الشحنه. الشحنه تقدر عندها عده يعني كي نقولوا حنا لا شارج سبورتيف ولا لا شارج دونترينمون، ماشي اوبليغاتوارمون نهضروا على الثقل تاع لي زالتير ولا تاع لي بار. يقدر لو طون دو ريكوبيراسيون سي اون شارج، يقدر عدد التكرارات سي اون شارج، اوكي يقدر المسافه تكون اون شارج بالنسبه للعدائين. تقدر سا ديبون كونت اون دي اون شارج سا دير انا نتكلموا على قيمه ولا كميه معينه. هذه في لا ميثودولوجي دونترينمون في منهجيه التدريب الرياضي كيقول ان بروفيسيونيل دو سبور يقول اون شارج او يتكلم على يعني كميه محدده من قدره من القدرات اللي انت راح حاب توظفها وحاب تقويها. اوكي دونك فوالا دونك دوكو لا شارج ديالك هنا نتكلموا على الكتله اللي ترفدها، اوكي الوزن اللي ترفدو لازم يكون اون بروغريسيون. دونك لازم عليك اول شيء تسوليسيتي لي موسكل ديالك، ولازم بالقراءه تاع الماء مستحيل راح تقدر تسوليسيتي ودير اون بريز دو ماس، راح دير لك كاتابوليزم ولا انابوليزم. دونك سو ني با فريمون اديكوا، لازم تدخل للقاعه تاع كامل الاجسام. اوكي فوالا ابخي تنظيم وقت الماكله اي تو سا سانسارمون سي توت ان بروغرام. راح تاكل بصفه عاديه قبل التدريب بعد التدريب، راح تاكل الصباح راح تاكل العشيه راح تاكل قبل ما ترقد ثاني، الجسم ديالك لازم يعمل مي هاد الامور. هادو سي دي شوز يعني تاع واحد بروفيسيونيل. دونك الانسان كيكون عادي ديجا كي ياكل لي كات غوبا تاعو راهو هايل، يل با كومبليكي ليكزيستونس. اربع خطرات في النهار ديالك ما تكومبليكي ليكزيستونس، ما تحوس على لي كومبليمون ني غيان جوتو. ابدا اتعلم والف يكون عندك الاحاسيس تاع لونترينمون لا ميتريز لا كورديناسيون اي تو سا، ومن بعد تدخل في هذه العموقات. اون بو با يالي ديريكتومون سور ان بروغرام سبيسيفيك. يلا نزيد سؤال ولا اثنين اني نمشي دوك نشوف واحد يطيح في عيني نهضر عليه. اسبوع كامل وانا نعاني من تصفير الاذنين، وشنو هو الحل من فضلك؟ الحل نعطي لك حل صافي دورك. شوف واسمع سي امنيه نعطي لك درك الحل تاع الحل تاع تصفير الودانين. راح يشوف فيه طبيب، شوف فيه اوغيل كوتش، ان كوتش مدرب، انا نقولو مدرب لي خلا اوكي ان كونسيون سبور ولا انترينور دو 3 دوغري. ماهوش طبيب. عندك بروبليم في قلبك راح شوف طبيب القلب، عندك بروبليم في لي زارتيكولاسيون راح شوف طبيب المفاصل، عندك طبيب عندك مشكل في الاذنين راح شوف اوغيل طبيب الاذنين، عندك مشكل في الـ في الـ في الـ ما على باليش انا مشكل في الـ في 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 التنفس راح شوف بنومولوج طبيب فيتيزيو. اوكي دونك سيل فو بلاي يا دي شوز تاع دي ميدسان سبيسياليست راح شوفوا ان ميدسان، ما ميدسان في ان لايف ما ريبوندي ليكش باسكو لازم يدير لك لو دياغنوستيك تاعك. اي لو دياغنوستيك ما ينداش هكذايا في اللايف هكذاك برك شاكا سي ان كا. اوكي اشرب لتر ونصف، هذا سؤال مهم، اشرب لتر ونصف على رضيق دفعه واحده واتناول الطعام بعد 3 ساعات كامله عامل اني رشيقه، هل هذا خطا؟ هذا خطا فادح سفيان. راكي تقولي رشيقه واسمك سفيان نورمال. اوكي سي ان فو بروفيل.
alors donc du coup qu'on a belli يعني avec turbidité de la once. Alors il y avait, ça fait pas longtemps, ça a été un حادثة في الخارجية. OK. وحدة توفات. كيفاش توفات؟ شربت عطشت. عطشت بزاف 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 بزاف. كي عطشت راحت شربت الماء. راحت شربت بوندون 20 مينوت شربت زوج لترات. زوج لترات بوندون 20 مينوت. على بالكم بلي كاين ناس يتوفاو بالماء. كاين ناس يتوفاو بالماء، يشربوا بزاف الماء. هذه في 20 مينوت شربت زوج لترات. حبس حبس ماتت توفات. سور لو بلان سيونتيفيك لو سيرفو ديالها تعمر بالماء. اوكي بوركوا نقول لك علاش. انت كي تشربي كميه من الماء كبيره، انت داخل الجسم وليتر ونص على الريق، خطا فادح، خطا فادح، يقدر قلبك يحبس، يقدر السيرفو ديالك يصرى له مشكل، المخ ديالك. ايماجين هي شربت زوج لترات في على حسب واش قالوا في 20 دقيقه، تلمو كانت عطشانه وكانت تشرب وتقطع وتشرب وتقطع الشرب، لكن توفات. الوغ لازم تفهمي باللي داخل الجسم ديالنا عندنا شوارد، ايونات. من بين الشوارد هذه عندنا الصوديوم والبوتاسيوم، صح؟ الصوديوم والبوتاسيوم هما عباره عن شوارد. اوكي كيما باغ اكزومبل الصوديوم يقرا في الملح ان اسي ال، اللي يجوا بتركيز معين داخل الخلايا، كل خلايا الجسم، كل خلايا الجسم، خلايا العقل، خلايا قلت لك العقل، خلايا المخ، خلايا الكبد، كل خلايا الجسم. وهاد هاد 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 الايونات ولا هاد الشوارد عندهم تركيز معين داخل الخليه وخارج الخليه، لان الخليه فيها جدار. هذا التركيز يوفر مختلف التبادلات على مستوى الخليه، سكون ابل لو غراديون دو كونسنتراسيون. هاد لو غراديون هذا تاع لا كونسنتراسيون واش يدير؟ يخلي مختلف التفاعلات والايونات يدخلوا الجسم ويخرجوا على حساب احتياج الخليه تاعنا، لان الخليه عباره عن مصنع يقوم بدور جبار في اليوم، عنده تصنيع البروتينات، عنده تصنيع الاشياء، عنده تصنيع كذا، عنده التخزين، عنده التحويل على حساب لو بيزوان تاعك. خليه عباره عن وزين. كيما نقولوا انت حنايا طونوبيل ولا البوس، انت كي تركب البوس وتروح الطونوبيل ولا البوس لازم لها ربع رود، ما فيهاش ربع رود ما تمشيش. هنا هاد لو غراديون دو كونسنتراسيون سيتاجي راح نحولوا العمل الميكانيكي تاع الحافله الى عمل فيزيائي لعمل الشوارد. الشوارد تاسوري هاد لو ترونسبور بهذا التدرج في التركيز، يعني فيزيائيا الماء ينتقل من اقل تركيز الى اعلى تركيز. يا اخي ديروا في بالكم باللي الماء ينتقل من اقل تركيز الى اعلى تركيز. لو كان الخلية تكون تركيز الصوديوم داخل الخلية أقل من التركيز الداخلي، الماء ينتقل من خارج الخلية لداخل الخلية. لو كان يعني الخلية يكون التركيز برا أكثر، الماء يخرج من داخل الخلية لخارج الخلية. سي بور سا في لا ريتونسيون دو كي نشربوا بناكلوا بزاف الملح، لأنه الماء يدخل داخل الخلية والماء يتبعوا. علاش؟ لازم نحافظوا على هذاك التركيز، ما نقدروش هذاك التركيز يعني يتبدل، لو كان يتبدل ما يكونش كاين ترونسبور، دونك ما تقدر تروح تخدم انت، ما تقدر دير والو، الخلية ما تقولش بمختلف التفاعلات تاعها. اي دونك جوكو كي تشرب بزاف الماء، كي تشرب الماء بزاف، لا كونسونتر الماء هذاك يدخل داخل الخلية، لا كونسونتراسيون تاع الصوديوم تنقص، داخل الخلية تنقص، يعني هذوك الايونات يتحلوا، يولي التركيز ناقص. دونك الماء واش يصرالو؟ يصرالو انتقال من خارج الخليه لداخل الخليه. راكي معايا؟ دونك جوكو الخليه تنتفخ تنتبج تنتفخ تنتبج تنتبج وتقدر تنفجر. كي يخرج تصرى لها عمليه انكماش. هنا الانفجار هذا يقدر يؤدي بالحياه تاع الشخص. يعني شرب لتر ونص على الريق ما عندها حتى فائده. باش تكوبي لابيتي ولا ديري ريجيم تاع الماء ما عندها حتى فائده، هذا يقدر يدير لك مضاعفات غير جيده. اوكي فوالا خطا. نزيد نريبوندي برك شويه لي زامي. كاش حل لالتهاب المفاصل؟ لازم تشوفي طبيب المفاصل، تفضلي شوفي الانفلاماسيون اي تو. الاوزان ثقيله نديرو كارديو بزاف او مقاومه؟ صديق شنو الهدف ديالك؟ لازم تعطيني ام زياد الهدف ديالك. اوكي بس نقدر نقول لك شنو